مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 30 أيار مايو للأحد 5 حزيران يونيو؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا أسبوع كتير 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 مهم لمواليد برج الجدي. ليش؟ لأنه في قمر جديد يقع في البيت السادس عندكم. البيت السادس هو بيت الصحة. قديش مهم الصحة؟ أهم شيء الصحة. شيلوا كل شيء على جنب بس خلوا الصحة. الصحة هي أهم شيء في الحياة للبني آدم. أهم شيء هي الصحة، صحتكم، صحة أولادكم، أهم شيء الصحة. واحد بيقدر يعيش على الخبز والزيتونة وكباية مي، بس ما بيقدر يعيش من دون صحة جيدة. إذا القمر الجديد يوم الاثنين 30 أيار مايو الساعة 11:30 صباحا توقيت العالمي، يعني 2:30 الظهر توقيت بيروت، بيخلق هالقمر الجديد في بيت الصحة عند مواليد برج الجدي. وأيضا بيت السادس يعني هو بيت العمل الروتيني اليومي والانشغالات والأعمال. مشان هيك دايما بيقولوا الصحة والشغل أو الشغل والصحة دايما مع بعضهم. يلي بتعب حاله بالشغل أو بالدرس أو بشي صحته بتتأثر، أو طبعا العكس تماما، يلي صحته ما منيحة شغله ما منيح. أوكي، لأنه بعلم الفلك نيتهم ماشيين مع بعضهم. البيت السادس، إذا الاثنين وثلاثة في قمر جديد في بيت الصحة والشغل، شو معناتها؟ أنا حكيت عن هالموضوع بيوم الاثنين، هلا بتسمعوه. شو تأثيره؟ صحتكم، شغلكم، روتينكم اليومي بحاجة إلى اهتمام. القمر الجديد برج الجوزاء مرة واحدة بيصير بالسنة، انتبهوا لهذه الأمور. كل برج هذا القمر الجديد له دلالة لكل برج. بالنسبة لكم تحديدا دلالته أمور صحية ويومية. روتينكم اليومي بحاجة إلى تعديل، عدلوه بشكل ترتاحوا تنبسطوا وتكونوا أقوياء أكثر، منشرحين أكثر وفعالين أكثر. أمور الصحية اهتموا بحالكم أكثر، شوفوا شو أشياء عم تاكلوها، أشياء مش ظابطة، في أشياء ما لازم تاكلوها، خففوا سكر، خففوا ملح مثلا، بدكم تتسبوروا البيت أو بدكم مثلا تفيقوا ابكر تناموا ابكر، يعني اشياء من هالنوع، عم تسمعوا موسيقى مزعجه، اشي اهتموا بحالكم حتى تكونوا اصحاء اكثر. اوكي، لانه قمر جديد في احتمال بين الاثنين والثلاثه ايضا تسمعوا جواب او تشتغلوا على مساله مهنيه او اكاديميه. اربعاء الخميس والجمعه بداية الشهر 1 2 3 حزيران يونيو القمر بيكون برج السرطان. ما تزعلوا، هي فترة مزعجة بالنسبة لكم لأنها بتحمل مناسبات ثقيلة، لقاءات ثقيلة، انزعاج شوي، يمكن قلة تفاهم، أو يمكن تحمل شوية ما رح أقول خلافات، لا، لكن يمكن تلتقوا مع أشخاص يزعجوكم لأنهم منهم هالقد محضرين للعمل المطلوب منهم، فبدي أخلقكم بتزعلوا، طولوا بالكم. بعض موالي برج الجدي يمكن يكون عندهم كونتراكت، يعني يمكن يكون عندهم عقد معين، صفقة معينة عم بيحكوا فيها، فكمان بدكم تكونوا منتبهين لهذه الأمور. هي 3 أيام شغل كتير، تنين ثلاثة أربعة وخميس وجمعة، 5 أيام فيهم شغل كتير، ما بتخلص قد ما لنا فترة طويلة كلها شغل. سبت والأحد، سبت أربعة، الأحد خمسة، القمر موجود ببرج الأسد. هذه فترة أنا بعتبرها مناسبة لترتيب الأمور، لتلطيف الأمور، للاهتمام بأموركم اليومية، لمعاملاتكم كنت تتابعوها، تطلبوا مساعدة من حدا، يمكن ما بتلحقوا أو يمكن سأب عطلة أسبوع ما بتلاقوا حدا، فتابعوا الأمور، حطوا نوت قدامكم إنه الاثنين أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثة حدا رح بيساعدكم لتتابعوا الأمور. المهم ضروري يكون في جو من الألفة سبت والأحد، بعده عن المشاكل لأنه مش وقت مشاكل بتاتا في هذه الفترة. يلي لازم ينتبه هو 18-19 كانون الثاني يناير، هيدي تأثيرات بلوتو. الأكثر حظا من أورانيوس هو 6 و7 كانون الثاني يناير. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، بنلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية. باي باي.